أيها الإخوة الكرام، حقيقة نبتدئ بها، وهي أن تعويد الطفل الصلاة هو هدف خطير وكبير في مستقبله الإيماني. والطفولة بالتأكيد ليست مرحلة التكليف، إنما هي مرحلة إعداد وتعويد وصولا إلى مرحلة التكليف. الطفل في سن السابعة وقبل السابعة وبعد السابعة ليس مكلفا بالصلاة تكليفا شرعيا، ولكنه ينبغي أن يؤدب بآداب الإسلام وأن يدرب على عبادات الإسلام، حتى إذا وصل إلى سن البلوغ كانت الصلاة جزءا من كيانه. أيها الإخوة الكرام، المراحل التي ينبغي أن نلحظها في أن يأمر الأب أولاده بالصلاة: في الطفولة المبكرة، في بداية وعي الطفل، يطلب الأب أو الأم من ابنهما أن يقفا بجوارهما في الصلاة، وقوف فقط. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عرف الغلام يمينه عن شماله فمروه بالصلاة. في بداية الوعي، حبذا لو تدعو ابنك أن يقف إلى جوارك في الصلاة، ولو سبقك في الركوع، ولو وقف ركعة وانصرف من الصلاة، ينبغي أن تبدأ بتعويده أن يقف في الصلاة. هذا الطفل لا يعرف أحكام الصلاة، قد يمشي أمام المصلي، وقد يصرخ أمام المصلي، وقد يجلس أمام المصلي، لا شيء، ليس محاسبا عن شيء، لكن ينبغي في بداية وعيه أن تدعوه لأن يقف إلى جنبك. أيها الإخوة الكرام، وما الذي يمنع أن تصطحبه معك إلى المسجد، وأن تراقب وضعه في المسجد، وأن يكون إلى جنبك في المسجد ليألف بيوت الله عز وجل، وليألف إقامة هذه الفريضة؟ أيها الإخوة، حقيقة دقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يعني هو من السنة أن تصلي الفريضة في المسجد وأن تصلي السنن في البيت، لئلا يكون البيت قبرا. تصلي الفريضة في المسجد وتصلي ركعتي السنة والوتر في البيت، ليكون البيت زاخرا بصلاة تلفت نظر الصغار. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الإمام البخاري. وحينما يرى الطفل الصغير والده ووالدته يصليان في البيت يقلدهم بحكم الفطرة التي فطر عليها. أيها الإخوة الكرام، مرحلة ما قبل السابعة ينبغي أن تعلمه بعض أحكام الطهارة البسيطة، في أهمية التحرز من النجاسة والاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وضرورة المحافظة على نظافة الجسم والملابس، مع شرح علاقة الصلاة بالطهارة. معلومات بسيطة جدا مجتزأة، الأساسيات، تعليم لطيف رقيق فيه رقة وفيه حنان. ثم أن تعلم الطفل قبل السابعة الفاتحة وبعض قصار السور استعدادا للصلاة، وأن تعلمه الوضوء، وأن تدربه عليه عمليا كما كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يفعلون مع أبنائهم. وقبيل السابعة نبدأ بتعليمه الصلاة، وأن نشجعه على أن يصلي فرضا واحدا في النهار أو أكثر، ولا سيما أن يكون الفرض صلاة الصبح قبل ذهابه إلى الروضة. ولا نطالبه بالفرائض كلها جملة واحدة حتى سن السابعة.
ونذكر الآباء أن يصطحبوا أولادهم إلى صلاة الجمعة بعد أن يعلموهم آداب الجلوس في المسجد، هذا أيضا مهم جدا. أيها الإخوة الكرام، أما مرحلة ما بعد السابعة إلى العاشرة يأتي الحديث الشريف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود والترمذي والدارمي. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم الطفل هذا الحديث حتى يعرف أنه قد بدأ في مرحلة المواظبة على الصلاة. ولهذا ينصح بعض المربين أن يكون يوم بلوغ الصبي سن 7 حدثاً كبيراً وفريداً في حياته. أعلمني أخ كريم وأب حكيم أنه حينما بلغ ابنه سن 7 أقام له احتفالاً كبيراً وهيأ نفسه لتلقي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. أيها الإخوة الكرام، ويطلب من الطفل الصلاة باللين والرفق والحب والرحمة من دون عنف ومن دون ضرب قبل 10، هذا من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المرحلة بعد سن 7 ينبغي أن يتعلم أحكام الطهارة الكاملة، وينبغي أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأدعية الخاصة بالصلاة، وأن نحثه على الخشوع وحضور القلب وقلة الحركة في الصلاة، وأن نذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها، وهكذا. حينما نعلم الصغير أن هذه الصلاة المفروضة، إن لم يتقن المصلي صلاته يكتب له منها العشر أو الربع أو الخمس، وهكذا. أيها الإخوة الكرام، وينبغي أن نكرر أمام الصغير قبل سن 10 أنه بعد سن 10 يحاسب على ترك الصلاة، يؤدب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الصلاة، من أجل أن يكون هذا الحديث الشريف رادعا له وباعثا له على متابعة الصلاة. أيها الإخوة الكرام، ولكن صدقوا أنك إذا كنت محافظا على الصلاة أنت وزوجتك، وكنت قدوة لابنك ولابنتك في المحافظة على الصلاة، تأكد أن هذا الطفل الصغير سيرتبط بالصلاة ويحرص عليها، ولا سيما إذا شجعته تشجيعا معنويا وماديا. يعني هناك أب يضرب ابنه ضربا مبرحا إن لم يصلي، وهناك أب يكافئ ابنه بمكافأة مادية مع كل صلاة الفجر في وقتها. فرق كبير بين أسلوب الترهيب وأسلوب الترغيب، وأسلوب الترغيب لعله أجدى مع الصغار من أسلوب الترهيب. أيها الإخوة الكرام، بعد سن 10 لا بد من أن يتابع الأب ابنه على أداء الصلوات كلها، وأن يهدده بالمعاقبة والتأديب، وأن يلقي في روعه أن هذه فريضة وأن تركها معصية كبيرة. أيها الإخوة الكرام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من لوازم هذه المرحلة أنه إذا فاته فرض صلاة ينبغي أن توجهه إلى عمل صالح، إلى خدمة، إلى صيام، إلى صدقة من دخله المتواضع، كي يرمم هذه الفريضة التي فاتته، تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أيها الإخوة الكرام،
الله عز وجل يقول على لسان سيدنا إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والله عز وجل يعلمنا دعاء فيقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة، إذا أراد ابنك أن يستأذنك قبل العشاء لينام، ينبغي أن تذكره أنه بقي دقائق لأذان العشاء، نصلي وتذهب للنوم. إذا طلب الابن من أبيه الذهاب إلى نزهة أو إلى زيارة أحد الأقارب قبيل وقت الغروب، يجب أن تقول له: نصلي المغرب أولاً ثم نذهب. ومن وسائل إيقاظ الحس بالصلاة لدى الأولاد أن يسمعوا المواعيد جميعها مرتبطة بأوقات الصلاة. نتقابل بعد صلاة العصر، سنحضر لزيارتكم بعد صلاة المغرب. حينما يربط الأب مواعيده ومواعيد أسرته مع فروض الصلاة، هذا يلقي في حس الصبي أن الصلاة شيء كبير جدا ومهم جدا في حياة الصغير. إذا كنت في سفر ينبغي أن تعلمه صلاة القصر والجمع، وأن هذه رخصة، وأن تؤتى رخص الله عز وجل أحب إلى الله من أن تؤتى عزائمه. وعلى الأب أن يعلم ابنه بالتدريج النوافل: صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة الأوابين، صلاة الحاجة، صلاة الشكر. هذا أيضا يغرس في الابن غرسا في سن مبكرة. وعلم ابنك الشجاعة من أجل أن يدعو زملائه إلى الصلاة لو كانوا في نزهة. علمه أنك تكون شجاعا لو قلت لهم: تعالوا لنصلي الظهر. هذا أيضا يأتي بالتعليم. وعلم ابنك أيضا ألا يجد حرجا في إنهاء مكالمة أو في إنهاء حديث من أجل صلاة الجماعة في المسجد. اجعل الصلاة أهم شيء في حياته. أيها الإخوة الكرام، حينما تأخذ ابنك إلى المسجد يوم الجمعة في وقت مبكر تغرس فيه هذه العادة حتى الموت. والله أيها الإخوة، مرة أردت أن ألتقي بأخ من أجل عمل علمي، فوعدني أن ألتقي به الساعة 5:30 صباحا في مكتبه. دهشت لهذا الموعد، فقال لي: كان والدي حينما كنا صغارا يأخذنا إلى المسجد قبل صلاة الفجر، وهذه العادة ترسخت في 50 عاما. يستيقظ قبل الفجر ويصلي الفجر ثم يذهب إلى مكتبه. لفت نظري أن الأب حينما يعتني بصلاة الفجر وحينما يعتني بصلاة الجمعة ويبكر إليها، أما الأب حينما يأتي إلى المسجد وابنه معه قبل انتهاء الخطبة دون أن يشعر، رسخ فيه إهمال حضور الخطبة. أيها الإخوة الكرام، حينما تحرص أيها الأب أن يحضر أولادك صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، يتعلق ذلك في كيانهم، وتصبح صلاة العيدين وربما صلاة الجنازة شيئا من كيانهم ومن حياتهم. وحينما تكافئ ابنك مكافأة معنوية بالثناء عليه ومكافأة مادية بشيء يحبه على أداء الصلوات بانتظام، وحينما يكون هناك اتصال بين المدرسة وبين البيت، وحينما يسأل القائمون في المدرسة عن صلاة الابن في البيت، هذا أيضا يدعوه إلى أن يوقظ حسه في أداء الصلوات. أيها الإخوة الكرام، وحينما يعلم الصغير ترديد أذكار اليوم والليلة وتعريفه بأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، هذه الأدعية والأذكار، أدعية ما بعد الصلاة، أدعية ما قبل الصلاة، الأدعية المرافقة للأذان، هذه تسري في
في كيانه وتصبح مألوفة عنده. أيها الإخوة الكرام، وحينما تدعوه إلى حفظ القرآن الكريم في سن مبكر والتعليم في الصغر كما يقال كالنقش في الحجر، هذه فرصة ذهبية كي تدعو ابنك إلى حفظ القرآن. وحينما تذكر له هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي والدارمي: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. حينما تعلم ابنك مقام حافظ القرآن، مقام الذي يتلو القرآن، مقام الذي يتعلم القرآن، مقام الذي يعلم القرآن، نعيد الحديث مرة ثانية: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. أيها الإخوة الكرام، حينما ترسم له جدولا لأداء الصلوات ويضع إشارة في كل مربع أدى فيه الصلاة، وحينما تقدم له برنامجا على كمبيوتره متعلقا بأداء الصلاة وبأصول الوضوء والصلاة، وحينما تردد أمامه مع المؤذن: حي على الفلاح، حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحينما تردد معه كلمة التوحيد وكلمة الشهادة أمامه، هذا كله يرسخ في أعماقه. وحين تعلمه دعاء الخروج من المنزل لأداء الصلوات، وحينما تعلمه دعاء الدخول إلى المسجد ودعاء الخروج منه، وحينما تعلمه دعاء قضاء الحاجة، هذا كله ينفعه في حياته المستقبلة. وحينما تحذره أن هذا الذي يصلي كنقر الغراب يسرق من صلاته، فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل من يوجه الصغار عليه أن يجتنب كثرة الأوامر، عليه أن يصيب الطفل على السلوك الطيب بجوائز معنوية كإظهار الرضا، أو أن يصيب على أعماله الصالحة بجوائز مادية. في حال وقوع الطفل في خطأ ينبغي أن يقول له: هذا الفعل خطأ، دون أن يقول: إنك أخطأت. تلطف معه، بين له الحقيقة. إذا تكرر الخطأ مرات عديدة يمكن أن يحرمه من بعض ما يحب، فهذا من أجل الحوافز على متابعة الصلاة. أيها الإخوة الكرام، موضوع وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أمر إلهي، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أيها الإخوة، عرفوا أولادكم قبل أن يصلون بين يدي من يقفون ومع من يناجون. علموهم أن الصلاة لله وحده لا إرضاء لزيد أو عبيد. علموهم أنهم إذا طهروا أرزاقهم، وإذا أطعمهم الأب مالا حلالا كان عونا لهم على الخشوع في الصلاة. علموهم أنهم إذا قرأوا القرآن وأحسنوا تلاوته رضي الله عنهم وأكرمهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض التوجيهات المتعلقة في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أمر إلهي، وكل أمر إلهي